الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا الحقيقه في مجموعه رينو ايجيبت دايما بيسعدنا وتواجدكم معانا في مؤتمر رينو ايجيبت كل عام. والحقيقه السنه اللي فاتت ظروف الكورونا او ظروف جائحه كورونا ما اسعدناش تواجدكم معانا، لان الحقيقه كان المؤتمر اونلاين. السنه دي الحمد لله ظروف احسن، وان شاء الله هيبقى معظمه فيزيكال، وتواجدكم مهم لينا قوي علشان نجاح المؤتمر. زي كل سنة دايما احنا بنجيب احدث ما توصل لي العلم في مجال الراينولوجي. معظم اعظم اساتذة الانف في العالم كله متواجدين معانا ان شاء الله، سواء اونلاين او فيزيكال. الحاجة طبعا اللي احنا دايما بنعملها كل سنة اللي هي الاكريتيتيشن، والحقيقة دايما الروبين اكريتيتيشن معانا موجود في كل سنة. السنة دي كمان هنضيف عليه ان شاء الله الامريكان اكريتيتيشن هيكون متواجد معانا، وده بيدي قوة للمؤتمر وبيدي برضو لحضراتكم فرصة انها تستفيدوا من تواجدكم في المؤتمر. احنا الحقيقة دايما مؤتمر رينو ايجيبت تواجد دكاترة الانف واذن، وغالبا دايما بيسعدنا تواجد الاساتذة الكبار والشباب الصغير برضو يكون موجود معانا. ان شاء الله المؤتمر السنة دي يكون ناجح زي كل سنة، وان شاء الله المؤتمر يكون على مستوى عالي، وفي انتظار حضراتكم ان شاء الله في رينو ايجيبت 2022 من 3 ل 5 مارس، المؤتمر 28 لرينو ايجيبت. شكرا لحضراتكم.